إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلى الله عليه وسلم كان يحسن اختيار قادته من بين شباب الأمة. أهلا بك مولانا دكتور شوقي علام، وطبعا فضيلة مفتي الديرة المصرية، أكيد ينظر لهذا الأمر ماليا، كيف كان يختار المصطفى صلى الله عليه وسلم قادته وقادة جيشه وأعمدة دولته الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اسمح لي بداية أن أقول بأن من آمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبى دعوته كانوا أغلبهم من الشباب. والذي ينظر في مسيرة الصحابة الكرام يجد أنهم جميعا بذلوا جهودا عديدة جدا وهم في مقتبل العمر، يعني احنا بالنسبة لهم احنا شيوخ كبار يعني في السن، يعني أن يصل أحدهم إلى مثل هذا العمر هذا شيء كبير يعني. لكن في البداية الحقيقة كانوا كلهم أو أغلبهم من الشباب، لكن التربية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه هي تربية نقية، تربية تولد بالفعل الكفاءات، تولد بناه لهذا الكون وهذه الأرض، نستطيع أن نعتمد عليهم في أمور كثيرة. اختارهم على عينه. نعم. وتربوا في المدرسة النبوية. تربية كبيرة جدا، لأنهم الصحابة الذين عاينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا معه نزول القرآن، وشاهدوا تصرفاته صلى الله عليه وسلم، وخبروها خبرة كبيرة جدا بحيث إنهم يعلمون تفاصيل الأمور، يعني يعلم أحدهم هذه الآية أين نزلت ومتى وفيما نزلت. جميل. فكل شيء موجود يعني. إذا بناء على ذلك من الناحية المكنة العلمية فقد تدربوا على ذلك وتأهلوا علميا، من ناحية تصدي الواحد منهم للأمر القضائي أو الاجتهاد على وجه العموم والفتوى، كان أغلبهم هكذا، وإن كانوا يتعففون يعني يمتنعون ربما من الجواب عن أسئلة يعني ليس يعني نقصا في قدراتهم العلمية وإنما احتياطا وتحرزا فقط. من ناحية القيادة برزوا بروزا كبيرا جدا كقادة عظام قادة في هذا الوقت، ولذلك هذا النموذج الذي كان في شباب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم في أغلبهم أصغر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كان يكبره منهم أحد، ما وازه في السن يمكن أحد منهم، وأغلبهم أصغر بكثير من جدا، حتى وإحنا نقرأ في تاريخهم يعني شيء عجيب جدا، أن لهذا الشاب الذي نحن نقرأ اسم مثلا معاذ بن جبل، ورسول الله يشهد له يقول معاذ أعلمكم بالحلال والحرام، وزيد بن ثابت أفرضكم يعني أحسن واحد فيكم في علم المواريث، وأقضاكم علي، فإذا وأمين هذه الأمة، وإذا كان وهو لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لما تأتي إلى الذي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، مات وسنه يعني لم يصل 37 مات 36 تقريبا، متى تحصل على هذه المكنة العلمية التي مكنته من معرفته بالحلال والحرام في كافة الأمور؟ لأن الشهادة من رسول الله شهادة حق، وهو كذلك، ولذلك حتى لما أرسله لليمن بما تقضي قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا أهله.
والاجتهاد هو الذي يثمر قضية الحلال والحرام. يعني يقول هذا يجوز أو هذا لا يجوز، ده نتيجة أنه يجتهد رأيه ولا يعني يقصر في هذا الاجتهاد. وده الحقيقة يسترع الانتباه لما نجد أيضا في المسار العلمي للعلماء فيما بعد، بنلحظ نفس الفكرة السن القليل مع العطاء العلمي الغزير جدا. مثلا الإمام الشافعي رضي الله عنه كم سنه مثلا اللي هو يعني، شوف الإمام الشافعي عندما يذكر يظن الشاب منا يعني في مصر مثلا وفي غيرها أنه بلغ من العمر، إنهم فوق 100 مثلا يعني بمقاييسنا إحنا، لكن هو لم يتجاوز 54 سنة، يعني توفي وعنده 54 سنة هجري، يعني 53 سنة تقريبا بالميلادي، لأن هو اتولد سنة 150 ومات 204 في القاهرة هنا في مصر، ودفن هنا طبعا بطبيعة الحال. ولما تأتي إلى الإمام النووي 45 سنة 46 سنة بالكثير يعني، والإمام النووي محقق مذهب الشافعية. الإمام يمكن اللي عمر شوية الإمام مالك والليث بن سعد فقيه مصر، هما كان يعني قرينين في زمن واحد، يمكن امتد العمر لما يقرب من 80 وفوق 80 بشوية. وهكذا فمسيرة الشباب عندما نريد نحن أن نحقق نهضة ما، هذه النهضة لا تقوم إلا على أكتاف الشباب، ولذلك يحتاج إلى تربية وتأهيل الشباب تأهيلا علميا بمقاييس ومعايير إذا جاز التعبير الجودة في كل تخصص من التخصصات، بحيث أننا لو أردنا أننا نعتمد على الشباب في المكان الفلاني بنجد الشباب في المكان الفلاني، ونعتمد عليه في المكان الفلاني سنجده أيضا في المكان الفلاني. مولانا نقف عند تولية